بالنسبة برونو مرشس، يعني ما جينا في تفاصيل في الآخر ما اتفقناش عليها. هو احنا لينا نظام ان احنا بنعمل جزء من الراتب السنوي في شكل مشاركات، هو موافقش واحنا يعني اصرينا وخلاص. فرانسيس، بالنسبه لفرانسيس جهاز الكره بلغوا انه من السنه الجايه هو فري ترانسفير، يقدر يروح حته اللي تعجبه. الناس بقى قلقانه للصفقات اللي جايه، في خلاص الناس ما تقلقش. تقلق ليه؟ في صفقات محدده النادي الاهلي سواء في او ما فيش صفقات، الفرقه بسم الله ما شاء الله عليه، هنعمل دعم يزودها، هنعمل الصفقات في حد ذاتها مش هدف، يعني مش عشان ابقى اسمي عملت صفقات وخلاص. اذا كانش صفقات تزود من كفاءه الفريق يبقى ما مش مستعجلين.